يا الربع نبغى قافي ما بين المفتح والكفيف على المعاني التالية على اللحون الأولى أصحاب كال اثنين حدونا على جنب الرصيف أنا ما عندي مشكلة وأنت السبب في المشكلة أنا بعيد عن الخطأ شريف والمبدأ شريف واحسب حساب المقفية واحسب حساب المقبلة وقتك هذا وقت القوي ما هو بوقت الضعيف يا اللي تقول انك ولا طمح رفيع المنزلة ما دام تايوت على التفضيل يا عبد اللطيف قدم العرب حضرات صك ابوابها بالسلسلة السالفه ما هي بلا بندق ولا خنجر وسيف السالفة فيها رياء بعض العرب ومجاملة سببك ما ادري من بني سفيان ولا من ثقيفة واللي يدورها على راس تجيهم فلفلة واللي يدور خلوها حنا لي يا طال الزمان الرجع الضابط عريف برج الجد يا صاحبي ما هو ببرج السنبلة يا الجحفلي ظليت ضمن المنتخب لاعب عنيف هذا السنة يا الجحفلي دارت عليك الجحفلة هذا السنة يا الجحفلي دارت عليك الجحفلة اللي ما غر يومي براسه بين مكة والعطيف يمكن عيال ابليس في درب التفجر قنبلة الظاهر انك ما انت لا راعي شداد ولا رديف واللي ما يركب في الشداد يطيح من فوق جمله خلوها انا احسب انك يوم توقفت انك الحيد المنيف واثرك على قول المثل نص الحرايب دهولة عجزت داحم عنك وانت كنك الشاعر حنيف اللي شرب 15 فنجال عيد تعقله البرد في فصل الشتاء والعج في فصل الخريف والعالم الزعاق قرب مرحلة من مرحلة والله لتعسف يا محمد صنعة الحاشا العسيف خلك يا بن طمحي من الدنيا تشوف البهذلة اعرف ترى الوزن الثقيل
ثقيل أحسن من الوزن الخفيفة وليان قبط الحبل والله يجودي ما تفتله.